السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي وبناتي الاعزاء طلاب وطالبات التعليم الفني اهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجنا في بيتنا مدرسه. اليوم ابنائي مع ماده اللغه العربيه للصف الاول الثانوي سوف نقوم بدراسه النصف دروس النصف الدراسي الثاني وهو شهر مارس. سوف نقوم أبنائي بدراسة المقرر في هذا الشهر لكي نستعد للامتحان المقرر انعقاده أواخر هذا الشهر. ومع أول درس من دروس مادة اللغة العربية مع فرع القواعد النحوية ودرس اليوم بعنوان الجملة الفعلية. الجملة الفعلية أبنائي الأعزاء هي نوع من أنواع الجمل حيث قمنا بدراسه الجمله الاسميه في النصف الدراسي الاول، وعرفنا ان الجمله الاسميه تتكون من ركنين اساسيين هما المبتدا والخبر، وعرفنا ان الجمله الاسميه تبدا باسم، وعلمنا ايضا ان انواع الخبر في الجمله الاسميه خبر مفرد وجمله بنوعيه سواء كان جمله اسميه او جمله فعليه وجمله وشبه جمله. اليوم أبنائي سوف نقوم بدراسة نوع من الجمل وهو الجملة الفعلية الجملة الفعلية أبنائي لو جينا نعرفها هنلاقيها هي الجملة التي تبدأ بفعل الجملة الفعلية أبنائي الجملة التي تبدأ بفعل فلو عندنا مثال بنقول فهم الطالب الدرس الجملة دي أبنائي بتتكون من فعل وهو فهمه وفاعل وهو الطالب ومكملات احيانا تكون هذه المكملات هي المفعول به وهي كلمه الدرس الجمله الفعليه ابنائي مكونه من فعل وفاعل وهما الركنان الاساسيان في الجمله الفعليه الفعل هو الذي يدل على حدث في زمن والفاعل هو الذي يقوم بعمل الفعل من الممكن أن يأتي الفاعل اسما ظاهرا مثل كلمة الطالب ومن الممكن أن يأتي الفاعل ضميرا مستترا مثل الجملة الطالب فهم الدرس فلو بصينا ابنائي لا في الجملة دي فهم فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الطالب فمن الممكن أن يأتي الفاعل اسما ظاهرا مثل الطالب او ياتي ضميرا مستترا مثل الطالب فهم الدرس. يبقى ابنائي كده الجمله الفعليه هي الجمله التي تبدا بفعل والجمله الفعليه ابنائي لها ركنين اساسيين هما الفعل والفعل. تعالوا ابنائي ننتقل لمعرفه كلًا من الفعل والفاعل. فالفعل في اللغة العربية أبنائي هو كل كلمة تدل على حدث وقع وله زمن محدد. وقد يكون هذا الزمن في الماضي فيسمى هذا الفعل بالفعل الماضي. ومن الممكن أن يكون هذا الحدث يستمر حدوثه أثناء الكلام أو بعد الكلام ويسمى في هذا الوضع الفعل المضارع. ومن الممكن أن يكون هذا الحدث أمر لكي تنفذه وفي هذا الأمر يسمى الفعل الفعل الأمر. فعندي أبنائي شرب فعل ماضي المضارع منها يشرب والأمر منها اشرب كتب الفعل ماضي والمضارع منه يكتب والأمر اكتب اما الفاعل ابنائي فهو الذي يقوم بعمل الفعل ولا ياتي الا اسما ظاهرا او ضميرا مستترا فعندي ابنائي مجموعه من الامثله هنشوف فيها الفاعل ولكن على هيئه الاسم الظاهر لكي نقوم بمعرفه علامات اعراب الفاعل فالفعل دائما ابنائي مرفوع ولكن تختلف علامه الاعراب من حيث هل هو مفرد ام جمع مؤنث سالم او جمع تكسير او مثنى او جمع مذكر سالم او اسما من الاسماء الخمسه فلو بصينا للجمله الاولى ابنائي هنلاقي فهم الطالب الشرح فهم فعل والطالب فاعل والفاعل هنا ابنائي مفرد فبالتالي لو جينا نعربه هنقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المثال المثال الثاني ابنائي شرحت شرحت المعلمات الدرس المعلمات جمع مؤنث سالم شرح فعل والتاء تاء التأنيث التي تعود على المعلمات والمعلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المثال الثالث أبنائي فهم الطلاب الشرح. الطلاب جمع تكسير. الطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة فعندنا يا أبنائي المفرد في المثال الأول وجمع المؤنث السالم في المثال الثاني وجمع التكسير في المثال الثالث كلهما يرفعان كلهما يرفع بالضمه فالمفرد وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير يرفع كل منهم بالضمه يفهم الطالبان الشرح يفهم فعل والطالبان فاعل والطالبان مثنى علامه اعراب المثنى هو فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف فالمثنى يرفع ابنائي في هذا المثال بالالف المثال الخامس ابنائي صلى المسلمون العشاء المسلم المسلمون ابنائي هو الفاعل في هذه الجمله والمسلمون فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم حضر ذو الخلق العظيم ذو الخلق ذو هنا ابنائي هي الفعل وهي اسم من الاسماء الخمسة والاسماء الخمسة كما علمنا قبل ذلك ابنائي هي اب واخ وحم وفو وزو ذو هنا ابنائي هي الفعل والاسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو فكلمه ذو فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه اسم من الاسماء الخمسه الخلق مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره بكده ابنائنا نكون عرفنا وعلمنا ان الفاعل بيختلف في علامه الاعراب فالمفرد والجمع المؤنث السالم و جمع التكسير يرفع بالضمه والمثنى يرفع بالالف وجمع المذكر السالم والاسم من الاسماء الخمس هو فاعل ويرفع بالواو لانهما اما جمع مذكر سالم او اسما من الاسماء الخمس ننتقل ابنائي بعد ذلك الى الفعل المضارع لكي نقوم بمعرفة ما هو الفعل المضارع، عرفنا أبنائي أن الفعل هو كل حدث في زمن، الفعل المضارع هو فعل يدل على حدث يقع إما في الزمن الحاضر أو المستقبل أي أنه يدل على الحدوث أثناء الكلام أو بعد الكلام. والفعل المضارع ابنائي يبدا بحروف نعلمها جميعا هي الهمزه والنون والياء والتاء وتجمع هذه الحروف في كلمه ناتي او انيت منا من يقول حروف التي يبدا بها الفعل في المضارع هي حروف كلمه ناتي ومنا من يقول انها حروف كلمه انيتو فسواء هذه او هذه فهي كل الحروف التي وضحنا انها الحروف التي يبدا بها المضارع الفعل في المضارع ابنائي فعلا معربا اي يرفع وينصب ويجزم ويبنى في حالتين وهما عند اتصاله بنون النسوة فيبنى على السكون وعند اتصاله بنون التوكيد يبنى على الفتح. إذا لم يتصل الفعل المضارع بنون النسوة أو نون التوكيد فهو فعل مضارع معرض أي يرفع ومتى يرفع الفعل المضارع أبنائي؟ يرفع الفعل المضارع أبنائي عندما لم يسبقه ناصب ولا جازم اي لا يسبقه اداه نصب او اداه جزم فعندنا ابنائي متى يجب رفع الفعل المضارع وما علامات رفعه؟ يرفع الفعل المضارع ابنائي اذا كان معربا اي غير متصل بنون النسوه او نون التوكيد. لأن قلنا يا أبنائي إن عند اتصالي بنون النسوة أو نون التوكيد يكون الفعل المضارع فعلا معربا فعند اتصالي بنون النسوة يكون مبنيا على السكون وعند اتصالي بنون التوكيد يكون مبنيا على الفتح اما اذا لم يتصل بنون النسوة أو نون التوكيد فيكون الفعل المضارع معربا يرفع إذا لم, يز... اذا لم يسبقه ناصب او جازم اي اذا لم يسبقه اداه نصب او اداه جازم فالفعل المضارع ابنائي انواع اما يكون فعلا صحيح الاخر اي غير معتل اي يكون اخره حرف بعيد عن احرف العله وهي الواو والالف والياء او يكون فعلا معتل الاخر اي يكون اخره حرف من حروف العله وهي الواو او الالف او الياء او يكون فعلا من الافعال الخمس اي فعل اتصل به اما الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. فالفعل المضارع ابنائي في حالة كونه فعل مضارع صحيح الاخر كما سنرى يرفع ابنائي بالضمة الظاهرة. الفعل المضارع ابنائي إذا كان صحيح الاخر غير معتل أو لا ينتهي بأحد حروف العلة أو كما قلنا غير متصل بضمير من الضمائر التي تجعله فعلا من الافعال الخمسة وهي الالف وو ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة فهو فعل مضارع صحيح الاخر وعلامة رفعه تكون الضمة الظاهرة كما في المثال كما في المثال التالي ابنائي المعلم يشرح الدرس يشرح فعل مضارع ابنائي وقد بدأ كما قلنا بالياء وهو يدل على حدوث الفعل إما في الوقت الحالي أو بعد انتهاء الكلام وهو لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه صحيح الآخر الفعل أبنائي هنا في هذا المثال هو ضمير مستتر الذي يعود على المعلم فمن يشرح الدرس يشرح الدرس المعلم فبالتالي قدر الفاعل بضمير مستتر وهو تقديره هو لما اقول في المثال الثاني يا ابنائي انت تحب وطنك تحب ابنائي فعل مضارع وهو مرفوع لانه لم يسبق باداه نصب او اداه جزم فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه صحيح الآخر والفاعل أبنائي ضميرا مستتر تقديره أنت تحب أنت وطنك ننتقل بعد ذلك يا أبنائي إلى الفاعل عندما يكون معتل الآخر أي نهايته إما الواو او الالف او الياء وهذه الحروف هي حروف العله فمن الممكن ان ياتي الفعل المضارع آخره الفا والالف من الممكن ان تاتي قائمه كما في المثال يحيا المؤمن في عمل الخير دائما فالفعل يحيى ابنائي فعل مضارع اخره حرف من حروف العله وهو الالف القائمه ولم يسبق باداه نصب او اداه جذب فهو فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره التي لا تظهر اما للتعذر في هذه في هذا المثال او للثقل اذا كان معتل الاخر بالواو أو الياء ومن الممكن أن يأتي الفعل المضارع أبنائي فعل مضارع معتل الآخر بالألف ولكن الألف ترسم ياء غير منقوطة كما في يسعى فلو وضعنا أبناء يسعى المؤمن في عمل الخير دائما إعراب يسعى هو هو إعراب يحيى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة ومنع ظهورها التعذر ننتقل بعد كده أبنائي إلى فعل آخر ينتهي بحرف من حروف العلة وهو يهدي الله يهدي من يشاء هنبص أبنائها لا يهدي فعل مضارع منتهي بالياء وهي حرف من حروف العلة فالفعل هنا أبنائي غير مسبوق بأداة نصب أو أداة جذب فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة ومنع من ظهورها الثقل أي ثقل النطق الحرف بالحركه والعلامه والفاعل ابنائي ضمير مستتر تقديره هو عائد على الله عز وجل وفي المثال الثالث ابنائي الصوم يسمو باخلاق المسلمين يسمو ابنائي فعل مضارع ينتهي بحرف الواو وهو حرف من حروف العله فهو معتل الاخر وهذا الفعل لم يسبقه اداه نصب او اداه جذب فهو فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره التي منع من ظهورها الثقل ننتقل ابنائي الى علامه اخرى من علامات رفع الفعل المضارع وهي ثبوت النون ويكون الفعل المضارع أبنائي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أي يصبح فعلا من الأفعال الخمسة فكل فعل من الأفعال الخمسة علامات إعرابه علامات فرعية يرفع بثبوت النون كما في المثال التالي العرب يفخرون بتاريخهم المجيد يفخرون أبنائي فعل مضارع يفخر اتصل به واو الجماعة وهي ضمير فجعلت الفعل فعلا من الافعال الخمسه والفعل لم يسبق بناصب او جازم فيصبح الفعل فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه فعلا من الافعال الخمسه وواو الجماعه ابنائي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل فالفعل هنا أبنائي جاء ضميرا ولكنه ضمير ظاهر وليس مستتر الطالبان يلعبان بالكرة يلعبان أبنائي يلعب فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين فأصبح فعلا من الأفعال الخمسة وهو لم يسبق بناصب أو جازم فيصبح فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت حرف النون في اخره لانه فعلا من الافعال الخمسه والف الاثنين ابنائي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل انت تنطقين بالحق دائما تنطقين تنطق اتصل بها ياء المخاطبة فأصبح الفعل من الأفعال الخمسة وهو لم يسبق بناصب أو جازم فأصبح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت حرف النون وياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل بكده ابنائي نكون قد علمنا ان الفعل المضارع علامات اعرابه تختلف فعلامات رفع الفعل المضارع اما الضمه الظاهره اذا كان صحيح الاخر او الضمه المقدره اذا كان معتل الاخر اي ينتهي باحد حروف العله سواء كان حرف الواو او الالف او الياء ويمنع من ظهور الضمه هو التعذر او الثقل في نطق الحرف بالحركه التي على اخره او يكون الفعل المضارع ابنائي فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت حرف النون وذلك اذا اتصل ب ثلاث ضمائر هي الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه وفي هذه الحالة يكون فعلا من الافعال الخمسة التي تكون علامات اعرابها علامات فرعية وهي اما ثبوت حرف النون في حالة الرفع او حذف حرف النون في حالتي النصب والجزم ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى أحد دروس الأدب وهو العصر الذي سوف يلي عصر صد عصر الجاهلي وهو عصر صدر الإسلام عصر صدر الإسلام أبنائي هو أحد العصور التي تلت العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام أبنائي هو العصر الذي يبدأ كما علمنا بظهور الإسلام ويمتد إلى نهاية عهد الخلفاء الراشدين واخر الخلفاء الراشدين هو سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم بعد ذلك يبدا العصر الاموي عصر صدر الاسلام ابنائي يتميز بانه احد العصور التي تختلف عن العصر الجاهلي في ان العصر الجاهلي قد قوي فيه الشعر على النسر اما عصر صدر الاسلام ابنائي فقد قوي النسر على الشعر وفي هذا العصر قوه النسر نتجت عن اسباب فلو بصينا ابنائي هنلاقي ان النسر في عصر صدر الاسلام انتقل نقله كبيره وقوي النسر على حساب الشعر في عصر صدر الاسلام وذلك للاسباب الاتيه أول هذه الأسباب أبنائي التي أدت إلى قوة النسر على حساب الشعر في عصر صدر الإسلام هو التأثر بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فتأثر الأدباء والشعراء أبنائي في كتاباتهم بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. حاجة أبنائي ما وجدوه الكتاب والأدباء في القرآن والحديث من مادة زاخرة بالمعاني والألفاظ وقوة الأساليب يبقى عندي أبنائي أسباب قوة النسر وانتقاله النقلة العظيمة التي انتقل بها في عصر صدر الإسلام هو تأثرهم بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما وجدوه في القرآن الكريم من مادة زاخرة بالمعاني ومادة مليئة بالألفاظ وقوة الأساليب بالإضافة إلى احتياج المجتمع الإسلامي إلى كل جديد تمام حيث أنه مجتمع جديد على شبه الجزيرة العربية فلا بد له من الدعاية الواسعة لكي نوضح مبادئه وتعاليمه بالاضافه الى الاحتياج في حس المسلمين على النضال والدفاع عن الدعوه والدين الجديد بالاضافه ابنائي الى المطالبه بتوحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم للوقوف امام اعداء الدين يبقى عندي ابنائي ست اسباب ادت الى قوه النسر وانتقاله نقله كبيره في عصر صدر الاسلام وهو التاثر بالقران الكريم بالاضافه الى ما وجدوه في القران الكريم من ماده قويه خصبه مليئه بالمعاني والالفاظ ومليئه بالاساليب بالاضافه لاحتياج هذا المجتمع لانه جديد على شبه الجزيره العربيه فنحن نحتاج الى دعايه لهذا المجتمع الاسلامي لكي نوضح مبادئه وتعاليمه بالاضافه الى احتياج المسلمين الى من يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم امام اعدائهم بالاضافه الى التعاليم التي نادى بها الاسلام للحث على النضال ننتقل بعد ذلك ابنائي الى النتائج التي ادت الى او كانت من عوامل او من الاسباب التي ظهرت نتيجه قوه النسر في عصر صدر الاسلام من النتائج التي ترتبت على هذه النقله الكبيره للنسر في عصر صدر الاسلام ابنائي واحد ظهرت الخطابه في عصر صدر الاسلام وكسرت مواطن الخطابه وتحررت الخطابه من قيود الصنعه واستمدت معانيها من القران الكريم والحديث النبوي الشريف. بالاضافه الى كثره الرسائل التي كانت الدوله الاسلاميه في الدوله الاسلاميه في ذلك الوقت في حاجه اليها فعندي من النتائج ازدهار الخطابه بالاضافه الى كثره الرسائل لحاجه الدوله اليها وهناك ابنائي فنون نسريه ظهرت في هذا العصر ظهرت وقويه الخطابه لدواعي الخطابه التي كانت موجوده في هذا الوقت في عصر صدر الاسلام وكذلك الرسائل رسائل ابنائي هي رسائل في حاجة الدولة الإسلامية لمخاطبة الولاة في البلدان المختلفة والقضاء بالإضافة إلي الوصايا والنصائح التي كان لابد من وجودها في العصر لعصر صدر الإسلام تعالوا أبنائي نشوف أثر القرآن الكريم علي اللغة والأدب هل اثر القران الكريم على اللغه والادب؟ اقول لك نعم، اثر القران الكريم تاثير كبير على اللغه العربيه. حيث ان القران الكريم وحد اللغه ونشر اللغه وعمل على رقيها من حيث اغراض هذه اللغه ومعانيها والفاظها واساليبها. لو بصيت ابنائي هلاقي ان القران الكريم نزل باللغه العربيه. والقران الكريم هو خاتم الرسالات ومستمر معنا الى يوم القيامه فسوف يحفظه الله بقوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وما دام القران الكريم ابنائي نزل باللغه العربيه فاللغه العربيه سوف تحفظ الى يوم القيامه. فالقران الكريم لانه نزل باللغه العربيه خلد اللغة العربية فأصبحت اللغة العربية بفضل القرآن الكريم لغة خالدة أحدث القرآن الكريم في اللغة علوما حيث أوجد علوم كثيرة وفنون شتى في مجالات أو في فروع اللغة من حيث النحو والصرف والمعاني والبديع والبيان يعني القرآن الكريم أبنائي أثر في اللغة العربية تأثير كبير حيث أوجد لنا علوما كثيرة وفنونا شتى من فنون اللغة في النحو والصرف والبلاغة من المعاني والبديع والبيان ننتقل أبنائي إلى أثر القرآن الكريم في الأدب قوي الناس وبقوة الناس تمام ادى هذا الامر الى ازدهار فنون مثل فن الخطابه فلقد استمد هذا الفن من القران الكريم المعاني التي تميزت بطهاره الالفاظ وتطور فن الوصايا والنصائح استجابه لروح العصر وهو صدر الإسلام ولروح الإسلام الذي كان يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى يبقى ابنائي أثر القرآن في الأدب هو قوي النسر بأنواعه وذلك بسبب الدعوة الإسلامية بقيامها ومبادئها وقوة فن الخطابة الذي استمد من القرآن الكريم المعاني التي تميزت بطهارة الألفاظ وتطور فن الوصايا والنصائح استجابةً لروح الإسلام الذي كان يدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى كما أثر أبناء القرآن الكريم في اللغة والأدب فقد ظهر لنا سيمات أسلوب القرآن الكريم فسمات اسلوب القران الكريم ابنائي لان القران الكريم هو مصدر البلاغه والبيان فظهر لنا سمات اسلوب القران الكريم في المفردات وفي الجمل وفي التعبيرات فظهرت لنا سمات اسلوب القران الكريم في المفردات جميله الوقعه على السمع متسقه ومتناسقه مع المعنى واسعه الدلاله وسمات اسلوب القران الكريم التي ظهرت على الجمل ابنائي اصبحت الجمل دقيقه الصياغه متينه السبك كثيره المعاني رغم قصرها وايضا ابنائي التعبيرات التي اصبحت تتناسب مع الحال الذي وردت فيه وتبرز المعنوي منها في صوره حسيه ملموسه بكده ابنائي نكون وضحنا عصر صدر الاسلام وهو العصر الذي تلا العصر الجاهلي وعصر صدر الاسلام ابنائي قوي فيه النسر وعرفنا اسباب قوه النسر وانتقال النقله الكبيره على حساب الشعر وعرفنا أبنائي نتائج هذه القوة التي ظهرت على الناس وأثر القرآن الكريم على اللغة والأدب وسمات اسلوب القرآن الكريم على المفردات والجمل والتعبيرات هناخد أبنائي دلوقتي نموذج تطبيقي من نماذج النسر في عصر صدر الإسلام وهو نص التجارة أرابحة. نص التجاره الرابحه أبنائي هو أحد النصوص المقرره علينا في هذا الشهر ونص التجاره الرابحه أبنائي هي مجموعه آيات من سوره الصف حيث الآيات من الآيه العاشره إلى الآيه الثالثه عشر عنوان النص أبنائي التجاره الرابحه أي إنسان عندما يدخل في, في مجال التجاره يسعى لتحقيق الربح فمن الممكن ان يكون ربحه ربح مضاعف ولكن كما في مضاعفه الربح مع الله والتجاره مع الله ليس كذلك فعند التجاره مع الله يكون الربح مضمون ويكون الربح ربح مضاعف اضعافا كثيره بدليل قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فالتجارة مع الله تجارة رابحة رابحة في مضاعفة الحسنات ومضاعفة الثواب والله عز وجل يوضح لنا في هذه الأيات التي سوف نقوم بدراستها نوع من أنواع التجارة غير التصدق فلو بصينا أبنائي هنلاقي أن التجارة رابحة القرآن لم يترك لنا جانبا من جوانب الحياة إلا ووضع له أسس هذه الأسس تكفل لنا الحياة الكريمة في الدنيا وتضمن لنا السعادة في الآخرة فهذه الآيات أبنائي تتحدث عن التجارة الرابعة وسعادة الإنسان في الدارين في الدنيا والآخرة لتحقيق الشخص التجارة مع الله عز وجل وهذه الآيات كما قلنا أبنائي من صورة الصف وصورة الصف هي إحدى صور القرآن الكريم المدنية التي كانت تهتم بالأحكام التشريعية ننتقل أبنائي إلى الآيات ونقراها مع بعضنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم لو بصينا ابنائي هنلاقي ان رب العزه تبارك وتعالى بدا اياته بالنداء فقال يا ايها الذين امنوا النداء هنا ابنائي موجه للمؤمنين فالنداء في القران الكريم ابنائي الاعزاء هو اما موجه للناس عامه كما في قوله يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى او موجه للنبي بقوله يا ايها النبي او موجه للمؤمنين كما في هذه الايات ابنائي فيبدا الله عز وجل بنداء والنداء موجه للمؤمنين فيقول يا ايها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم لو بصينا أبنائي اللهي بدأت الآيات بالنداء الموجه للمؤمنين وبعد النداء بدأ الاستفهام هل أدلكم أدلكم بمعنى يا أبنائي أي أرشدكم وأوضح لكم ومضاد أدلكم اضللكم على تجاره التجاره ابنائي هو نوع من انواع ممارسه البيع والشراء طلبا للربح تنجيكم اي تخلصكم وتنقذكم من عذاب اليم اي عذاب جهنم وكلمه اليم ابنائي وصف لهذا العذاب وكلمة أليم بمعنى شديد الألم لو بصينا أبنائي لتفسير هذه الآية ينادي الله على المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله وآمنوا بربهم حق الإيمان فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا هل تريدون أن أدلكم على التجارة التي فيها ربح لكم تجارة رابحة تجارة مضمون تحقيق الربح فيها وهذه التجارة مكسبها مكسبها عظيم حيث انها تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد وهو عذاب جهنم. السؤال ابنائي في هذه الايات في هذه الايه هو سؤال للتشويق حيث انه عز وجل يشوق المسلمين المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله. في معرفه هذه التجاره التي فيها النجاه من العذاب وتحقيق السعاده في الاخره بدخول الجنه والنجاه من العذاب الاليم وهو عذاب جهنم الايه التي تلي ذلك ابنائي توضح لنا هذه التجاره فيقول رب العزه قبل ابنائي ان نتحدث عن الايه نبص نشوف مظاهر الجمال اللي عندنا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أسلوب إنشائي نوع نداء فيه تكريم وتعظيم تكريم وتعظيم لمين؟ للمؤمنين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لو بصيت أبنائي ألاقي اسلوب استفهام فهو اسلوب انشائي نوع استفهام الغرض منه ابنائي هو التشويق والترغيب لمعرفه هذه التجاره وفيه ايضا تصوير للايمان والجهاد بالتجاره الرابحه كلمه اليم جاءت صفه للعذاب فكلمه اليم جاءت بعد كلمه عذاب ليوضح شدة هذا العذاب تعالوا أبناء نشوف التجارة التي قال عنها رب العزة تبارك وتعالى في هذه الآية فقال تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو بصينا ابنائي للايه هنلاقي فيها بعض الالفاظ اللي عايزين نعرف معناها تؤمنون بالله ورسوله الايمان طبعا هو ركن النجاه من النار ودخول الجنه وركن السعاده في الدنيا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الجهاد الجهاد في سبيل الله اي كل عمل وطريق فيه نفع وخير وجمع كلمه سبيل سبل واسبله والجهاد كما بين الله عز وجل في هذه الايه يكون بالمال والنفس وهذه الامور هي الايمان والجهاد خير لمن للمؤمنين فذلكم هنا ابنائي تشير الى الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وكلمه خير ابنائي بمعنى افضل واعظم وجمع كلمه خير اخيار لو بصينا ابنائي لشرح وتفسير هذه الآية في هذه الآية يوضح الله عز وجل التجارة التي فيها النجاة من عذاب جهنم والفوز بالجنة فهذه التجارة تخلص المؤمنين وتنقذهم من عذاب شديد مؤلم هذه التجارة هي الايمان الصادق الذي لا يخالطه شك ولا نفاق بالاضافه الى الجهاد لاعداء الدين والجهاد يكون اما بالمال او النفس فالتجاره كما وضحها الله عز وجل في هذه الايه هي ايمان بالله ورسول وجهاد في سبيله ايمان بالله واتباع تعاليمه وتعاليم رسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس أي العمل على الدعوة ونشر الدين ومجاهدة النفس ومجاهدة أعداء الدين إما بالمال أو بالنفس لو بصينا أبنائي لمظاهر الجمال في هذه الآية الآية كلها أبنائي تفصيل بعد إجمال حيث قال رب العزة في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وجاء بالآية الثانية وهي توضيح وتفصيل لهذه التجارة التي أراد الله أن يخبرنا بها فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فالآية تفصيل بعد إجمال وهي توضيح وتفسير للتجارة التي عرضت في الآية الأولى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله لو بصينا ابناء لا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون جملة مستأنفة أي تفيد انهم امنوا وجاهدوا بالفعل وتؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وضح لنا الله عز وجل انه قد اخذ الايمان برسول مع الايمان بالله لكي يوضح الدلاله على وجوب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعه الله وامر بهما والا فالايمان لا يعد ايمانا بالله إلا إذا تحقق الإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالله معه ارتباط بالإيمان برسالة رسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ننتقل أبنائي إلى الآية الثالثة يقول الله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يغفر لكم ذنوبكم اي يستر عليكم ربكم ذنوبكم جنات عدن ابنائي هي الحدائق والبساتين هي الجنات التي تتصف بالاقامه الدائمه تجري من تحتها الانهار اي يجري من تحت شجرها ومساكنها انهار فهو وصف جميل للجنه الفوز العظيم هو الفوز بالجنه والنجاه من النار والسعاده في الدنيا والاخره ذلك الفوز ابنائي هي السعاده الدائمه العظيمه لو بصينا ابنائي هنلاقي ان التفسير لهذه الايه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويسكنكم في قصور رفيعة كلها نتيجة للإيمان بالله والجهاد في سبيله من مظاهر الجمال أبنائي تظهر الآية مساكن الثواب العظيم فمساكن طيبة توحي بالاستقرار وذلك أبنائي إشارة للتعظيم ويفيد وتفيد العموم والشمول الآية الأخيرة يا ابنائي وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أخرى تحبونها أي تجارة أخرى وهو فتح قريب وهو فتح مكة أو فتح فارس وروم وبشر المؤمنين ويبشر الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالجنة بكده أبنائي نكون قد أنهينا دراسة النص الذي مقرر علينا في هذا الشهر وهو التجارة الرابحة بكده أبنائي نكون قد وضحنا الجملة الفعلية ورفع المضارع والنسر في عصر صدر الإسلام بالإضافة إلى نص التجارة الرابحة على أمل مع موعد القادم ان شاء الله نوضح فيه بقيه الدروس المقرره علينا في هذا الشهر وشهر ابريل اسالكم التوفيق والدعاء واتمنى ان تقوموا بالاجتهاد والمذاكره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته